بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام من هنا من ساحة مسجد الشيخ زايد طيب الله ثراه في إمارة الفجيرة. نأتيكم في اليوم في هذا اليوم في برنامجكم مدفع الإفطار اللي كان يأتيكم طيلة شهر رمضان المبارك قبل موعد الإفطار. مشاهدين الكرام، هذه أيام حلوة قضيناها معاكم في هذا البرنامج واستانسنا معاكم واستمتعنا بهذه الأجواء الطيبة، الأجواء الرمضانية الروحانية. مشاهدين الكرام، ها قد وصلنا لنهاية هذا الشهر الفضيل. اللهم بارك لنا ما قد مضى من هذا الشهر وتقبل منه صلاتنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الفضيل. مشاهدين الكرام، ها قد وصلنا لآخر أيام هذا الشهر الفضيل وأقبل العيد على الأبواب. العيد هو الفرحة للمسلمين جميعا. ابتدأ العيد في السنة الثانية للهجرة حينما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بشباب بالأمة الإسلامية أن تفرح بهذا اليوم. وعيد الفطر المبارك الذي كما ذكرت لكم ابتدأ في السنة الثانية للهجرة، فالعيد فرحة للمسلمين بعد شهر الصيام. فهو عيد الفطر الذي يأتينا إن شاء الله تعالى غدا أو بعد غد، فهذه دعوة للاحتفال والفرحة والتصدق للمساكين وفرحة الأطفال والاستمتاع وزيارة الأهل والأحباب والخلان. خلونا مشاهدين الكرام نأخذ جولة سريعة ونوزع الأسئلة مع الناس اللي موجودين معنا هنا في ساحة مسجد الشيخ زايد طيب الله ثراه. أولا خلونا نتعرف عليك، شو اسمك؟ ما أسمعك. عماد. من وين يا عماد؟ من العراق. عماد، كل عام وانت بخير. شو تسوي في يوم العيد انت؟ باكر ان شاء الله يكون باكر او بعد باكر. بس شو تسوي في يوم العيد؟ يعني وين تروح تشتري حلويات؟ تروح المول؟ شو تسوي في يوم العيد؟ اروح المول. وتروح في جيرة مول وتستمتع إن شاء الله تعالى مع برنامج ضربة حظ هناك. أنا راح أسألك سؤال سهل يا عماد لأنه عشان باكر العيد، والسؤال هو من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، أين يقع مسجد الشيخ زايد الكبير؟ في أبو ظبي ولا دبي؟ دبي. في أبو ظبي؟ أبو ظبي. وتستلم جائزتك والمقدمة من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، تروح من هناك وتستلم جائزتك. تعال تفضل. تعال. أيوة مر. وأنت شو اسمك؟ صف كم يا غنوة؟ خامس. شو تتوقعين، العيد باكر ولا بعد باكر؟ اتوقع باكر. باكر اكيد ولا بعد باكر؟ زين، شو تسوين في العيد؟ في العاده شو تسوين؟ وين تروحين؟ شو الاشياء المميزه اللي تسوينها في العيد؟ يعني اول شيء ارتدي ملابس حلوه وزينه، وبعدها يعني نروح نعيد على بيت صديقات امي. تروحين بيت صديقاتك، وانا اقول لك وانت رايحه بيت صديقاتك هذه هذا من نسيم كوفي في الفجيرة مول، كوبون مقدم. تفضلي تروحين كذا بالليل تشربين كوفي أوكي مع ربيعاتك، وهذه مقدمة من نسيم كوفي إن شاء الله تروحينها. شكرا لك وشكرا على مشاركتك ويانا. مشاهدينا الكرام، أنا اللي راح أختار، أتمنى منكم أنكم أنتوا تخلون الأولاد الصغارية. تعالي تعالي، خلوها اللي هنا تيجي، هذه تيجي. شو اسمك؟ خالك بياس. ما اسمعك، تعالي قدام ولازم الكاميرا تشوفي. شو اسمك؟ خاكا بياس. اوكي، صف كم؟ كشيكو. صف كم؟ كشيكو. كيجي تو. زين، شو بتسوين في يوم العيد ان شاء الله؟ استحيا. ها؟ اقول لك كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. ايوه، علشان كل عام وانتم بخير، هذه هديه مقدمه من تلي لينك في الفجيرة مول. تفضلي وشكرا لك وشكرا على مشاركتك ويانا. تفضلي، شكرا لك وشكرا على مشاركتك ويانا. مشاهدين الكرام، أنا اللي راح أختاركم، وأجواء جميلة ورائعة نشوفها نحن هنا في ساحة المسجد الشيخ زايد طيب الله ثراه. حتى أولياء الأمور اللي موجودين خلف الكاميرات بصراحة راح نشتاق لهذه الأيام اللي جمعتنا معاهم وفي مدفع الإفطار. خلوني أنا اللي أختار، خلوني أنا اللي أشوف الناس اللي أنا ما أخترتهم. شو اسمك؟ عبد الرحمن. من وين يا عبد الرحمن؟ من أورتون. من أورتون. صف كم؟ كيجيتو. كيجيتو. أي مدرسة؟ أكاديمية. زين، يا عبد الرحمن، شو ناوي تسوي في يوم العيد إن شاء الله؟ شو الأشياء اللي ممكن تسويها في يوم العيد؟ رحت شتو
وتاتا. ايوه تروح تزور الاهل والاحباب يعني؟ اه. اوكي وشو اشياء ثانيه ممكن تسويها؟ تشتري حلويات، تاكل امور هذه ولا؟ العيد. ها؟ نصلي العيد صح؟ اول شيء نبتدي فيه يوم العيد ولذه العيد تكون في صلاه العيد، وبعد صلاه العيد زياره الاقارب والارحام. شو تبغى نعطيك هديه؟ تعيد يعني، شو ناوي تعيد من تلفزيون الفجيرة؟ أنا راح أعطيك العيدية هذه واللي مقدمة قسيمة مقدمة من مسك الإمارات، تفضل، وهذه عيديتك مقدمة من مسك الإمارات. شكرا لك في الفجيرة مول، شكرا لك وشكرا على مشاركتك ويانا. نتعرف عليك. يزيد. من وين؟ الأردن. من وين؟ كيف حالك؟ أنت شاركت في ماراثون الأردن صح؟ لا. أنت ما شاركت، شخص ثاني كان لابس قميص ماراثون الأردن. صف كم؟ ثاني. كم؟ ثاني. أي مدرسة؟ لوران. ليش صوتك خفيف؟ لازم تتكلم بصوت عالي. شو بتسوي في يوم العيد إن شاء الله؟ بلعب مع أصدقائي، بروح معهم. تلعب معهم بس، ما ناوي تسوي شيء ثاني يعني؟ ها؟ لا. زين، شو حاب تقول لأهلك وناسك وأصدقائك اللي قاعد يشوفونا على التلفزيون؟ كل عام وأنتم بخير. أنا ما أسمع صوتك، لازم يكون صوتك عالي. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير، وهذه هدية مقدمة قسيمة مشتريات من مسك الإمارات. شكرا لك وشكرا على مشاركتك. تعال تعال تعرف عليه الشخص اللي هنا. تعرف عليك؟ محمد فؤاد. من وين يا محمد فؤاد؟ من سوريا. زين محمد، كيف حالك وكيف ان شاء الله باكر العيد؟ اذا باكر العيد شو ناوي تسوي؟ اروح صلاة العيد. وبعد صلاة العيد قل لي جدولك في يوم العيد. أروح عند أقاربي وأروح أشتري بس. في ناس وأصدقاء ممكن ما تقدر توصل لهم ولا تقدر تزورهم باكر، هم قاعد يشوفونك على شاشة التلفزيون الفجيرة، شو حاب تقول لهم؟ كل عام وأنت بخير، رمضان كريم، واللهم تقبل صيامنا وقيامنا. أمين يا رب العالمين. بسألك سؤال، والسؤال هذا من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، في أي إمارة يقع برج العرب؟ برج العرب دبي. صح، منو غششك؟ خلاص بتعطيني نص الجائزة ولا؟ لا ما بتعطيني نص الجائزة؟ بلى لا خلاص، تستاهل الجائزة كلها، والجائزة هي من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، تستلمها. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وسلطانك القدير، اللهم تقبل منا قيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. ها قد انقضى شهر فضيل، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم احفظ لنا أمهاتنا وآباءنا يا رب العالمين، اللهم ارحم من رحلوا منهم يا رب العالمين. ها قد انقضى هذا الشهر الفضيل، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة يا رب العالمين، نحن ومن نحب، اللهم احفظ لنا جنودنا البواسل، اللهم ارحم شهداءنا يا رب العالمين، اللهم كن مع أخواننا جنود البواسل جنود الوطن يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا، اللهم احفظ لنا وطننا يا رب العالمين. تقبل الله صيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حارس المدفع جاهي ثابت. حارس المدفع جاهز للمراسل. الاخطار سيء. استرات سيء. حارس المدفع للمهام معتدل ست.
مدفع